مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد. وسط تحذيرات أممية وانشغال عالمي بالحرب على كورونا، تعهد بنيامين نتنياهو بتحقيق الوعد الذي قطعه على نفسه في حملته الانتخابية وما سماه فصلا رائعا آخر في تاريخ الصهيونية، وذلك عبر ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن مطلع يوليو تموز المقبل. السلطة الفلسطينية أعلنت أنها في حل من كل الاتفاقات السابقة مع الاحتلال والولايات المتحدة. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي إن خطة الضم يجب أن تدفن في مهدها، وطالب بالتحرك من أجل ذلك. وأضاف الوزير أن الخطة تعني السيطرة على القدس والمسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم، كما أدان الوزير التطبيع مع الاحتلال. وبالنسبة للمواقف الدولية، تلويح أوروبي بتطبيق عقوبات على دولة الاحتلال، ووزير الخارجية الألماني يعرب عن قلقه نيابة عن الاتحاد الأوروبي عن خطة إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن الضم يتعارض مع القانون الدولي، وأوضح مواصلة دعم إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين. أما وزير خارجية الكيان المحتل جابي أشكينازي فقال إن وجهة النظر الألمانية ستؤخذ في الحسبان، كما أنه سيتم تنفيذ الضم بإشراف من الولايات المتحدة الأمريكية. تساؤلات عدة نطرحها اليوم حول خطة الضم الإسرائيلية، وكيف ستكون الخطوات المقبلة للفلسطينيين، وكيف سيتصرف الأردن، وماذا يعني تطبيق هذه الخطة على الأرض؟ هل تنجح أوروبا بتغيير ملامح خطة الضم؟ هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل؟ ماذا يعني إيقاف العمل بالاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية؟ والأبعاد والمآلات القانونية والسياسية لذلك، هل نحن أمام بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة، وهل تتحملها دولة الاحتلال؟ نطرح هذه الأسئلة على ضيوفنا الأكارم. معنا من القدس المحتلة خطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري، ومن بريطانيا عبر السكايب رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا البروفيسور كامل حواش، ومن إسطنبول القانوني لدى المرصد الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد عماد. أهلا بجميع ضيوفنا، لكن قبل أن نبدأ النقاش دعونا نتابع هذا التقرير التوضيحي المكتوب. القدس المحتلة شيخ عكرمة، السلام عليكم، أهلا وسهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك. شكرا والعفو. أهلا بك. بداية نتحدث اليوم عن تداعيات خطة الضم الإسرائيلية والمواقف الدولية منها، ولكن قبل أن أبدأ بطرح الأسئلة عليك أود الإطمئنان عنك، خاصة بعد الإبعاد، أمر الإبعاد الإسرائيلي بمنعك من دخول المسجد الأقصى. بارك الله فيك وشكرا لاهتماماتك لوضح بأنني أنا بخير وثابت على مواقفي الإيمانية، ولن يثنينا هذا الإبعاد. الأصل أن يكون الأقصى في أمن وأمان وسلام، ونحن مع الأقصى وسندافع عن الأقصى سواء كنا داخل الأقصى أو خارجه، وأننا نعتبر سياسة الإبعاد هي سياسة فاشلة، ولا بد لنا أن نثبت حقنا دائما مهما كلف الأمر. نتضامن معكم بكل تأكيد ونحيي هذا الصمود الجبار سيدي الكريم. عندما نتحدث عن خطة الضم، الاحتلال يستعد واضح ويمضي في هذه الخطة، بينما المجتمع الدولي يرفض. ماذا عن الفلسطينيين سيدي الكريم؟ كيف تترقبون ما يجري؟ نعم، هي سياسة توسعية عنصرية في موضوع ضم الأغوار إلى السلطة الإسرائيلية، وهذا سلخ مساحات واسعة جدا من أراضي السلطة الفلسطينية. إن قلت أنت أن الموقف الدولي رافض، فإذا على الموقف الدولي يمنع سلطة الاحتلال من أن تقوم بمثل هذا الإجراء إن كان رفضها حقيقي. أما إن كان الرفض شكلي فسلطات الاحتلال تنفذ ما تريد، ويأتي الاستنكار والبيانات والشجب الشفوي دون أي تأثير. أنا أتوقع وأتوقع أن سلطات الاحتلال ماضية في التنفيذ، وأما الفلسطينيون رافضون إن استطاعوا أن يمنعوها، لكن إسرائيل إذا أرادت أن تنفذ فهي تنفذ بالقوة وبالقهر. أما العالم الموقف الدولي لا أعول عليه كثيرا، لأن الموقف الدولي كان ضد الاستيطان، ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي استمر في الاستيطان ولم يتوقف يوما واحدا. فنريد نحن مؤسسات دولية فاعلة وليست شكلية، وأنا قناعتي أن أمريكا شلت عمل المؤسسات الدولية، وخاصة في عهد المدعو ترامب شل عمل المؤسسات الدولية، وهو الذي يقرر وهو الذي يمنع وهو الذي يأمر، وبالتالي هو الذي يؤيد السلطات الإسرائيلية في موضوع الضم. نعم فضيلة الشيخ، يعني ما دقة ما يتم الحديث عنه الآن بأن الخطة سوف تؤثر وسوف تسيطر على القدس والمسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم كما ذكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي؟ نعم أختي الكريمة، نعم، لأنه أصلا وحينما تضم سلطات المحتلة مساحات واسعة لم يعد للسلطة الفلسطينية أي وجود، ويخلو الميدان لسلطات الاحتلال، وبالتالي تستطيع أن تهود المدينة، تستطيع أن تضع يدها على الأقصى إن استطاعت، لكن المقدسيين مستعدين يقدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الأقصى. حاولت السلطات المحتلة سابقا قصف السيادة على السيادة الإسرائيلية على الأقصى، وفشلت فشلا ذريعا لأن المسلمين وقفوا رقبتهم في عام 2017 وأعادوا السيطرة الإسلامية على الأقصى. فموضوع الأقصى نستطيع أن نعتبره خط أحمر، موضوعا منفصلا
عما يحصل في الأراضي الفلسطينية. نعم. اسمح لي فضيلة الشيخ، أذهب إلى بريطانيا عبر السكايب، معي البروفيسور كامل حواش رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا. أهلا وسهلا بك سيد الكريم. أنتم في الحملة، حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، كان لديكم أيضا ما تقولون بخصوص خطة الضم، نشرتم في جريدة الجاردين البريطانية يعني رأيكم بما يحدث، وأيضا بتوقيع عدد كبير من الشخصيات الأكاديمية والسياسية المرموقة. حدثنا عن يعني هذا الرفض من خلال هذه الحملة، ما هي أبرز النقاط التي أشرتم إليها بخصوص خطورة خطة الضم؟ شكرا لك وتحياتي للشيخ عكرمة والأستاذ محمد الضيوف الكرام. الواقع أنه يعني موضوع الضم ليس أول خطوة اتخذتها إسرائيل بضم أراضي ليست لها، يعني حتى إذا تحدثنا عن القانون الدولي فهي ضمت الجولان وضمت القدس، وإحنا ركزنا في بياننا على أن لا يكون الكلام فقط عن خطورة الضم المستقبلي لمناطق الضفة، بل إن القدس نفسها ضمت بطريقة غير قانونية، فنحن لا نعترف بضم القدس لإسرائيل. وطبعا الفلسطينيين الحق بأن يقولوا هذه عاصمتنا، وهذا ما نركز عليه. بالنسبة لموضوع الضم عموما، يعني أولا هو متعلق بصفقة القرن أو ما يسمى بصفقة القرن، التي خطها مجموعة من الصهاينة في البيت الأبيض. لنكن واضحين، يعني هم لا يتعاملون بما يهم الأمريكيين، هم يتعاملون ويخطون لما ينفذ ما تريده الحركة الصهيونية. وإلا لما كان مثلا سفير الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد فريدمان في لجنة تقوم ب يعني تخطيط أين يكون الضم وأين لا يكون. يعني تخيلي، هذه دولة ثانية أمريكا تقوم بالمساهمة في خرق القانون الدولي، وهذا ما يحصل في الواقع. فبالنسبة لنا طبعا هذا الموضوع العام. بالنسبة لحملة التضامن هنا في بريطانيا، طبعا همنا هو كيف نؤثر على المجتمع البريطاني وعلى الحكومة البريطانية. كحملة تضامن عملنا عددا من اللقاءات الافتراضية هذه الأيام، متعلقة بمواضيع عدة، منها موضوع الضم وتأثير الكورونا وغيره. ولكن بالنسبة بالذات لموضوع الضم، ما استشفيناه من إخوتنا في فلسطين هو أهمية ألا يحصل الضم، وألا نأتي فقط بعد أن يحصل الضم، أو تأتي الحكومة البريطانية بعد ما يحصل الضم لتشجب وتندد، هذا يكون متأخرا جدا. تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن بدء عملية الضم عن طريق الكنيسة على الأقل في أول شهر 7، يعني بعد أيام عديدة. نعم. فكان شعارنا هو يجب أن يتم إيقاف عملية الضم الآن وألا ننتظر. ففعلا يعني طرحنا بيانا وقع عليه الآن المئات، ومنهم من البرلمانيين ومن الحقوقيين ويعني الشخصيات الوازنة، لتقول للحكومة البريطانية يجب أن يقف الضم الآن قبل أن نصل إلى الضم نفسه. وطرحنا أيضا رسالة في صحيفة الجارديان حتى يكون هناك وصول لشريحة كبيرة من المجتمع البريطاني ليعوا معنى الضم، وأنه ليس أولا في مصلحة الفلسطينيين، لأن الكلام كله يتكلم عن أنه ليس في مصلحة الإسرائيليين. أنا ما يهمني مصلحة الفلسطينيين، ليس مصلحة الإسرائيليين. وثانيا أنه ليس في مصلحة بريطانيا، لأن سياستها الخارجية قائمة على حل الدولتين. يعني طبعا ممكن يكون لكل شخص رأيه إن كان هذا هو الحل المفترض، ولكن إذا قالت بريطانيا نحن محل الدولتين، فكيف تقدم إسرائيل كميات شاسعة وأراضي شاسعة من ما ستكون الأراضي الفلسطينية ويتغنون ويقولون نحن محل الدولتين هنا في بريطانيا؟ نعم. أعود إلى الشيخ عكرمة صبري. سيدي الكريم، الخيارات الموالية الآن للسلطة لمواجهة خطط الضم
تحديدا بعد تصريحات السلطة الفلسطينية أنه أنها في حل من أي اتفاقيات مع الاحتلال وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا التنسيق الأمني. باعتقادك ما هي الخيارات الآن أمام الفلسطينيين؟ كيف يمكن أن يكون الرد؟ أختي الكريمة، لابد أن يكون هناك استراتيجية مسبقة في الموضوع، والذي لمسناه أن السلطة قد قررت إلغاء أو تجميد الاتفاقات والتفاهمات التي بينها وبين السلطات المحتلة، لكن لم يوضع حسب تصوري لم يوضع البديل حتى تستطيع السلطة تتصرف، لأنها كانت أسيرة لقرارات الاحتلال، بمعنى أن الاتفاقات قد ربطت السلطة الفلسطينية من أن تتصرف بحرية. لا بد من وضع الاستراتيجية الاستقلال إن صح التعبير. نعم. نعم. هل تعتقد نحن أمام انتفاضة جديدة للفلسطينيين؟ هل خطة الضم ستشعل انتفاضة جديدة؟ كل شيء محتمل، والشعب حينما ينتفض لا يستشير أحدا، وأن كثرة الضغط تولد الانفجار. لكن السؤال، هل أن السلطة مع الشعب وهل الشعب مع السلطة؟ هذا ما يجب أن يبت في أقرب فرصة حتى يصير تنسيق ما بين الشعب وما بين السلطة. ولكن الواضح فضيلة الشيخ أنه الكل متفق، يعني بالنسبة للفلسطينيين حتى بالنسبة للفصائل الفلسطينية في ظل الانقسام، الكل متفق ورافض على ما يجري من خطط إسرائيلية ومن صفقة قرن، يعني هناك اتفاق إجماع حول هذه المسألة. صحيح صحيح، الكل يرفض هذا المشروع التوسع العدواني، إنما ما آلية العمل بعد ذلك؟ لابد أن يحصل هناك طبيعة الحال تنسيق ما بين السلطة وسائر الفصائل، وأن ننتهي من هذا الانقسام البغيض. نعم فضيلة الشيخ، مراقبون يحذرون من تدهور العلاقات الأردنية الإسرائيلية، تعتقد كيف سيكون الرد الأردني على ما يحدث، خاصة أنه مناطق الاستيطان هي أيضا موجودة في القدس الشرقية؟ نعم أختي الكريمة، بالنسبة للعلاقة بين الأردن وإسرائيل راح تتوتر قطعا، والأردن قد رفض هذا المشروع وحذر منه، وكل الأردن بيده سلاح، بيده قوة، وهي الاتفاقية، وبأن الأردن يمكنه أن يهدد باتفاقية وادي عربة القائمة ما بين الطرفين، وبينهما تمثيل دبلوماسي، أيضا يهدد بالتمثيل الدبلوماسي، ففي مجال للأردن أن يضغط على الاحتلال. نعم. عودة إلى ضيفنا البروفيسور كامل حوار. سيدي الكريم، يعني فضيلة الشيخ عكرمة صبري ذكر أنه هناك صحيح تنديدات دولية، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن تتحول إلى أفعال لرد إسرائيل عن أن تقوم بالمزيد من المخططات، مخططات الضم، خاصة أن البعض يرى أنها تستغل فرصة هذه الجائحة وكورونا لتمرير الكثير من الأمور. باعتقادك عندما نتحدث عن أوروبا، هل تنجح أوروبا بتغيير ملامح خطة الضم؟ هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل كما سمعنا؟ يعني سمحتي لي أبدأ بموضوع الفلسطينيين نفسهم، يعني أنا فلسطيني كما أنا أيضا رئيس حملة التضامن مع فلسطين.
من المؤسف انه طبعا السلطه الفلسطينيه تعلم منذ سنوات ان موضوع توسع اسرائيل قائم، يعني هذا لم ياتي ليفاجئنا، ولكن للاسف لا اعتقد مما استشفيناه ان هناك اي خطه لمواجهه هذا الضم، يعني اكثر ما في الواقع كان هناك قرارات مررت في المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لم يتم تنفيذها، يعني من سنوات، الان نتكلم عن سنوات، فكان من الممكن ان يعطي الفلسطينيين لدولة الاحتلال تحذيرا، يعني وقف التنسيق الأمني كان ممكن يحصل من أكثر من سنة عندما أقره المجلس الوطني والمجلس المركزي. الموضوع الاقتصادي عندما أوقفت السلطة الفلسطينية فقط استيراد بعض المواشي من المزارعين الإسرائيليين، يعني قامت الدنيا ولم تقعد، لأن المزارعين قالوا كيف سنعيش إذا لم يتم، يعني فهناك خطوات كان من المفروض أن تنفذ، هذا أولا. ولكن ثانيا ما سمعناه حتى الآن هو التنصل من هذه الاتفاقيات بين مع إسرائيل ومع أمريكا. طيب جيد، ماذا يعني ذلك؟ ولكن أيضا أعتقد أن السلطة أخفقت في تحضير الشعب، يعني أنت لا تقول فقط عندما أعلن الرئيس الفلسطيني في مساء يوم معين أنه سنتنصل من هذه الاتفاقيات، طب ما احنا استيقظنا الصباح اليوم التالي ولم يتغير شيء، يعني كان من المفروض على مر أشهر إن لم يكن سنوات التحضير لهذه النقطة، فهذا على الصعيد الفلسطيني. والآن هم ما يتكلمون عنه هو تحويل الوضع العام من سلطة تحت الاحتلال إلى دولة تحت الاحتلال. طيب ماذا يعني ذلك؟ هل أنا سألت هذا السؤال مرارا من مجموعات عديدة ولم يكن هناك جواب واضح. نأتي الآن إلى موضوع الخارج، فأولا على الفلسطيني نفسه أن يكون لديهم استراتيجية بنفسهم بذاتهم، وبعدها يلتف حولها الجميع، ومن الصعوبة أن نعرف ما هي هذه الاستراتيجية. بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يعني هناك نقطة مفصلية، هم يقولون حل الصراع، وقاله أعتقد وزير الخارجية الألماني في زيارته يوم أمس إلى الأراضي المحتلة أو إلى إسرائيل، ولم يذهب إلى الأراضي المحتلة، إسرائيل قالت له عليه أن يكون حجر صحي إذا عاد إلى إسرائيل، أن قالوا هو تعتمد سياسة الاتحاد الأوروبي على حل الدولتين. طيب هل هناك أي شك بأنه إذا تم ضم غور الأردن ومناطق أخرى المستوطنات وغيرها بأن حل الدولتين يكون قد انتهى؟ إذن سياسة أوروبا نفسها في خطر، يعني حتى لو ما وافقنا على حل الدولتين سياستها في خطر. فالأجدى بأوروبا كان يكون على مدى السنوات الماضية أيضا أن تتخذ قرارا ملموسا بالنسبة للاستيطان، بمنع دخول مثلا البضائع من المستوطنات، بتعريفها بأنها ليست فقط ضد القانون الدولي ولكن التعامل معها خارق للقانون الأوروبي، بل بالعكس بعض الدول الأوروبية حاولت أن تجرم من يطالب بمقاطعة هذه البضائع. فالوضع الأوروبي يعني لا, 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 لا نستطيع تحديده، لأنه هناك وضوح للسياسة، ولكن عندما يأتي الأمر لاتخاذ قرار قوي يواجهون مشاكل. هناك مثلا مشكلة أيضا بأن على الأقل هناك دولتان في أوروبا وهي النمسا هنغاريا وربما دولة التشيك هم مع إسرائيل، فلا يسمحون بتبرير قرار أوروبي مثلا لإيقاع عقوبات بإسرائيل. ولكن هذا ما يجب أن يحصل، أن إسرائيل لا تكترث للشجب وللتنديد، على مدى 53 عاما لم يكترثوا، فلماذا يكترثوا الآن وهم يتسارعون للحصول على أكبر قدر من الإنجاز برأيهم خلال وجود ترامب في مكتبه في البيت الأبيض؟ إذن عودة لفضيلة الشيخ دكتور عكرمة صبري، وعذرا أطلنا عليك. قالت وسائل إعلام مقربة من حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه دولا عربية أعطت الضوء الأخضر لتل أبيب وواشنطن للمضي قدما في عملية الضم. يعني برأيك هل ما يدور الحديث عنه من أنه هناك ضوء أخضر من بعض الدول العربية فعلا صحيح؟
يعني هل نحن وصلنا إلى هذه المرحلة من التطبيع، إلى هذه المرحلة مع نكران القضية الفلسطينية والتضامن معها؟ أختي الكريمة، أنا لا أستطيع أن أثبت أو أستطيع أن أنفي، ولكن كل شيء محتمل، لأن البوادر في موضوع التطبيع بدأت تطفو على السطح مع الأسف رضاء لأمريكا وبالضغط من أمريكا. كيف أي دولة تريد أن ترضي أمريكا عليها أن تتزلف إلى إسرائيل؟ ومع ذلك أقول للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية، عليها أن تثبت وجودها وأن تعتمد على نفسها أولا ليتعاون وليتعاطف معها الآخرون. إذا كانت القيادة الفلسطينية ضعيفة وتلهث وراء ما المفاوضات العبثية، هذا يضعف موقفها، وبالتالي سلطات الاحتلال طامعة في كل شيء ولا تكتفي بما أخذته واغتصبت من الأراضي. لا تشبع سلطات الاحتلال من مصادرة الأراضي يوميا في مصادرة أراضي في الضفة الغربية. لم يبقى للسلطة سوى مسطح المدن فقط، وبقية الريف معظمه مصادر بالطرق الالتفافية وبالحواجز وبالبناء المستوطنات، وهذه هي من إفرازات اتفاقية أوسلو. علينا نحن أن نعيد النظر في وحدتنا وأن نقوي قاعدتنا الشعبية لنستطيع أن نواجه الأخطار المحتقة من قبل الاحتلال. نعم. شيخ عكرمة صبري، يعني عندما نتحدث عن الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل، ألا تعتقد أن الصورة اختلفت الآن، خاصة أن أمريكا تعيش الكثير من الأزمات الحالية، أزمة كورونا، أزمة اقتصادية كبيرة، وأيضا أزمة العنصرية التي تابعناها في الأيام القليلة الماضية والتي ما زالت مستمرة ولديها العديد من التداعيات حقيقة، هل تعتقد هذا سوف يغير شيء من المعادلة؟ ما في شك أن وجود وباء كورونا وأيضا الهبة العنصرية عملت ارتباك في أمريكا، وخسارة كبيرة كبيرة اقتصاديا لأمريكا نتيجة الإتلافات ونتيجة الحرق والنهب. هذا يعطي مؤشر إلى سيطرة الديمقراطيين على الجمهوريين، لكن ما أتصور أنه أمريكا تتخلى عن إسرائيل. نعم. مشكور شيخ دكتور عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة، دمت بخير. عودة إلى ضيفنا الدكتور كامل حواش. إذن سيدي الكريم، ونحن نتحدث عن الدور المطلوب فلسطينيا عربيا خاصة من الأمة الإسلامية، هل ما زال يوجد أمل بأن يكون هناك تغيير، خاصة أن شعوب العالم الآن تنتفض لعدة أسباب، تنتفض ضد العنصرية، تنتفض ضد الجوع، ضد الظلم، ضد الاضطهاد في أوطانها، وهذا نراه بشكل يومي الآن، خاصة بعد أن تم تخفيف الحظر الصحي ورفع الحظر تدريجيا. نعم، يعني أنا أنظر إلى موضوع التضامن مع فلسطين أو ما تحتاجه فلسطين للوصول إلى الأهداف التي يريدها هذا الشعب العظيم كهرم. يعني أولا هناك القاعدة الفلسطينية نفسها، فثبات الشعب الفلسطيني في أرضه أولا هو أهم شيء. يعني لو لم يوجد 6 مليون أو 6 مليون ونصف فلسطيني في داخل فلسطين المحتلة لانتهى الموضوع منذ فترة. فوجودهم وتكاثرهم في الواقع هو مهم جدا على المدى الطويل. ثانيا هناك البعد العربي،
الذي بدأ يتصدع بطريقة مخيفة في الواقع. يعني بدأنا نسمع عن يعني مشاركات ل بمواضيع باللقاءات الافتراضية بين بني غانتس وتطبيع أكثر من التطبيع في الواقع. يعني إنه يتعود معنى التطبيع، إنه يتعود الشعب على أن وجود إسرائيل هو عادي. وسمعنا من بعض المسؤولين في دول خليجية مختلفة أنه يعني ما المشكلة بالتطبيع مع إسرائيل؟ يا أخي المشكلة هي أنها دولة ظالمة محتلة، وإذا أنت تتوقع أن إسرائيل، لأنهم ما يعولون عليه هو أن إسرائيل ستقف معهم ضد إيران. يعني من هذا المكان الضعيف الذي أجلس الآن فيه وأتكلم أقول لك لن تكترث بك إسرائيل إذا ضربت الطائرات الإيرانية عاصمتك. كن واضحا، إسرائيل لا تهتم إلا بالدفاع عن إسرائيل نفسها. فالوضع الفلسطيني لم يتغير، هناك شعب ما زال تحت احتلال، هناك مقدسات إسلامية ومقدسات مسيحية، في خطر فعلي. يعني الحفريات تحت المسجد الأقصى لها سنوات، محاولة تفريغ، محاولة أن يفعلوا ما فعلوا في الخليل عندما قسموا المسجد الإبراهيمي، ولنتذكر أنهم قسموه بعد أن قام إرهابي مستوطن بقتل مسلمين. يعني كان عقابا للمسلمين أنهم قتلوا أن يقسم الحرم الإبراهيمي. ومن يقول بأنه لن تقوم إسرائيل بتقسيم المسجد الأقصى، كل ما أقول لهم هو أنه عندما اعترفت أمريكا بإسرائيل بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت نيكي هيلي وهي كانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، قالت لم تسقط السماء. Okay, the sky didn't fall in. يعني ما لم يكترث أحد بالموضوع. كانت هناك مظاهرات وغيره، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك تأثير ليوقف هذه الخطوة الغير قانونية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. فهناك أهمية كبيرة للعالم العربي والعالم الإسلامي بأن يقفوا لإسرائيل. أولا أن يقف كل هذا التطبيع، وأن يقف القبول بأن الوصول الفلسطينيين يتم عن طريق إسرائيل. فشاهدنا على الأقل رحلتين لطائرات من الإمارات المتحدة على أساس تحمل يعني معونات للفلسطينيين تهبط في تل أبيب. أولا الرحلة الأولى لم يكن هناك شعار لهذه الخطوط، ولكن بالأمس ما ولكن يقال أن الفلسطينيين رفضوا أن يستقبلوا هذه المساعدة، هذا ما قيل، نحن لا نعلم ماذا حصل بعد ذلك. السلطات الفلسطينية أيضا تتجه إلى مرحلة اقتصادية صعبة جدا، فهي أولا ما سمعناه هي أنها لم تتقبل الدفعات من إسرائيل من المقاصة، أي الضريبة التي هي للفلسطينيين، لذلك لم تدفع الرواتب إلى هذه اللحظة حسب آخر المعلومات، وهذه هي الخطوة التالية. ففي الواقع أنا قرأت مقالا اليوم بهارس يقول عندما دعت السلطة لمظاهرة في رام الله لم يخرج أكثر من 200 شخص، هذا ضد الضم. ولكن ما سيخرجهم كان يقول المقال هو الموضوع الوضع الاقتصادي. فتخيلي يعني بالذات سياسات السلطة والجهاز الأجهزة الأمنية وما تقوم به ضد الفلسطينيين، يعني وضع وسياساتها الاقتصادية وضع الشعب الفلسطيني في موقف صعب جدا. هو أنه يحتاج لقوت يومي، يحتاج لدفع دفعات القروض التي ابتلي بها، واضح أنها قيدت بكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب الإسرائيلي مع الاحتلال. اسمح لي سيدي الكريم أذهب إلى إسطنبول، معي من هناك القانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد عماد. أهلا وسهلا بك معنا. اهلا وسهلا بكم استاذة وجدة. اهلا بك. ماذا يعني ايقاف العمل بالاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية والابعاد والمآلات القانونية والسياسية لذلك برأيك؟ نعم، في البداية تحية لكم وللأستاذ المشاهدين ولضيوفك الأكارم، وانطلق من سؤال حضرتك في مآلات او التحليل القانوني في تحلل السلطة الفلسطينية من الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي. نعم، وهي التي تعني من الناحية القانونية عدم انطباق الالتزامات أو تقديم الالتزامات من جانب السلطة الفلسطينية
اتجاه اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه فيما الزمت به نفسها خلال الاتفاقيات التي وقعتها مع الاسرائيليين ولكن والولايات السؤال المتحده هنا الامريكيه. يطرح نفسه استاذ محمد عماد، هل التزمت نعم. اسرائيل ايضا بالاتفاقيات على الارض ام لا؟ لا. نعم، للاسف اسرائيل منذ بدايه توقيع الاتفاقيات والى هذه اللحظه لم تلتزم الا بما يخص مصالحها الاقتصاديه والسياسيه والايديولوجيه على الاراضي الفلسطينيه، بمعنى انها وقعت العديد من الاتفاقيات سواء كانت الاقتصاديه او السياسيه والتي كان ابرزها اوسلو مع الجانب الفلسطيني او مع السلطه الفلسطينيه ومن كان يمثلها في ذلك الوقت قبل ان يتم الاعتراف بها كدوله، لكن الى هذه اللحظه مارست اسرائيل كافه اشكال الاضطهاد واستخدام القوه سواء كانت سياسيه المدعومه من الولايات المتحده الامريكيه او القوه العسكريه على ارض الواقع والتهمت الاراضي الفلسطينيه، ونحن الان نشاهد ارهاصات بدء عمليات ضم بعض العديد من الاراضي الفلسطينيه في مؤشر على تنفيذ صفقه القرن التي اعلن عنها الرئيس دونالد ترامب منذ عده اسابيع او في خلال الاشهر السابقه. نعم. هذه عمليه الضم هي تتويج عملي او تطبيق عملي لما تم الاتفاق عليه للاسف في ظل معرفه العديد من الدول العربيه وصمتها وعدم اتخاذ اي رد او سلوك حقيقي على ارض الواقع، وما يؤكد هذا الكلام هي موجات التطبيع التي بدأت تطفو على نعم الطبيع. نعود أستاذ عماد نعم. للاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الإسرائيلي، يعني نتحدث هنا عن السلطة الفلسطينية، هل هي الآن في مأزق حقيقي قانونيا؟ من الناحية القانونية في 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 إطار القانون الدولي تستطيع أي دولة الانسحاب من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. نعم. لكن عندما نتحدث عن حساسية القضية الفلسطينية فيما يتعلق بالقضايا التي تم توقيع أو بناء الاتفاقيات الدولية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والتوقيع عليها بين الجانبين، نعم هناك مأزق سياسي كبير لا سيما من الناحية الاقتصادية، بمعنى أن الاتفاقيات الاقتصادية التي تعطي لإسرائيل الحق في أخذ أموال الضرائب وإعطاء جزء منها للجانب الفلسطيني وهو الذي ولد الأزمة الاقتصادية الآن الموجودة الآن داخل الأراضي الفلسطينية، هي إحدى أولى الإرهاصات التي ستتعرض لها، إرهاصات الأزمة التي ستتعرض لها السلطة الفلسطينية على المستوى الاقتصادي أو في الجانب الاقتصادي، أيضا في جانب التنسيق والارتباط بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني وما والتصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الفلسطينيين مؤخرا في موضوع التنسيق الأمني، كل هذا الأمر سيزيد من ضغط على السلطة الفلسطينية كون أنها الآن هي تعاني من عزلة نوعا ما على المستوى الدولي سواء في خصوصا في القضية الحساسة وهي موضوع ضم الأراضي الفلسطينية، لا سيما وأن الموقف الفلسطيني لا يتسم بالقوة سواء على المستوى الداخلي بسبب الانقسام الفلسطيني منذ أكثر من 14 عاما، وأيضا التجاذبات السياسية الداخلية وعدم تدويل القضية بشكل كبير جدا وجلب الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية ناهيك الأزمة الأخيرة وهي أزمة فيروس كورونا التي أدت إلى انغلاق كل دولة على نفسها وترك القضايا الأساسية والحساسة على المستوى الدولي لفترة من الوقت دون أن يكون هناك ضغط من قبل المؤسسات أو الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، كل هذه المعطيات تعطي أن هناك أزمة حقيقية تتواجهها السلطة الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. نعم. هناك تلويح أوروبي بمعاقبة إسرائيل حول موضوع خطة الضم، هناك أيضا وزير الخارجية الألماني أعرب عن قلقه وقال أن الضم يتعارض مع القانون الدولي، هل ممكن أن نفسر هذا القلق الأوروبي من هذه القضية؟ هل سيكتفون فقط بالتنديد والشجب أم سوف يكون هناك محاولات للضغط على الكيان المحتل لنقل لإلغاء هذه الفكرة أو هذه الخطة؟ نعم، النظر إلى السلوك الأوروبي أو ردة الفعل الأوروبية بالذات المستوى الرسمي أو مستوى الحكومات يعلم ان ذلك الدعم او ذلك الرد من قبل المؤسسات الاوروبيه او عفوا من الحكومات الاوروبيه لم يكن طوال الفترات السابقه بالشكل المطلوب، بمعنى ان الشعب الفلسطيني تعرض في اكثر من امتحان والسلطه الاسرائيليه والجهات الاسرائيليه في المقابل الى العديد من الانتهاكات مارستها بحق الشعب الفلسطيني سواء كانت في الانتفاضه الاولى او الثانيه وايضا في الحروب التي مارستها على قطاع غزه وما زالت تمارسها الى هذه اللحظه سواء في اراضي الضفه الغربيه وقطاع غزه الذي يتعرض للحصار لاكثر من 14 عام ويفقد المقومات الاساسيه. سمعنا العديد من التصريحات من قبل مسؤولين اوروبيين عن ضروره التحرك
القاء المسؤوليه الكامله على الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بالانتهاكات التي يقوم بممارستها بحق الشعب الفلسطيني، لكن للاسف لم نجد اي تحرك حقيقي يبذل من قبل الجهات الاوروبيه او الجهات الداعمه او الفاعله على المستوى الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وما يؤكد ذلك العديد من القرارات الامميه التي كنا نشهد فيها تخاذل او تراجع لاداء للتصويت على القرارات المهمه فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني. ولا ننسى ايضا دور الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن الذي كان هو الداعم الاكبر للسلطات الاسرائيليه في وقف اي مشروع قرار على المستوى الاممي الصادر من مجلس الامن. ايضا ما نلاحظه الان وما تتعرض له المحكمه الجنائيه الدوليه بالمناسبه، والتي تم احاله عده ملفات قانونيه من قبل دوله فلسطين منها الاستيطان، واتوقع في الامام ستقوم السلطه الفلسطينيه ايضا باحاله موضوع ملف ضم الاراضي الفلسطينيه لانها تشكل جرائم حرب تدخل في اطار عمل المحكمه الجنائيه الدوليه. لكن وحتى الجهه القضائيه الدوليه الوحيده التي تتحرك على المستوى الدولي او الجنائي الدولي ما زالت تتعرض لضغوطات من قبل الجانب الاسرائيلي وايضا ضغوطات من الولايات المتحده الامريكيه. سؤالي لك أيضا أستاذ محمد عماد حول ما ذكره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات من لجوء إسرائيل للعنف لتمرير مخططات ضم مناطق في الضفة الغربية، هل هذا ما يجري بالفعل على الأرض الآن؟ يعني نحن تابعنا ماذا حدث في القدس المحتلة في المسجد الأقصى، هناك إبعاد للشيوخ والأئمة وأيضا المصلين، هناك محاولة أيضا لتدمير المزيد من المنازل وطرد السكان والاعتقالات المستمرة، الانتهاكات عديدة والعنصرية واضحة المعالم. يعني باعتقادك هل بالفعل سوف تتعامل دولة الاحتلال بقسوة هذه الأيام حتى تمرر هذه المخططات، خاصة أنه بدأت هناك الفعاليات والاحتجاجات داخل فلسطين 48 الخط الأخضر وحتى في مناطق الضفة الغربية وفي غزة بدأت مظاهرات منددة بما يجري وغاضبة أيضا؟ نعم، دعينا نؤكد في البداية أن الجانب الإسرائيلي لم يتوالى يوم على استخدام العنف بشكل يومي تجاه الفلسطينيين وتجاه الأراضي الفلسطينية، كما تفضلت حدثك سواء من خلال مصادرة بعض الأراضي أو اعتقال الأشخاص وحتى الممارسات التي يتعرض لها الأسرى وما زالوا داخل المعتقلات الإسرائيلية والسجون الإسرائيلية. لكن بعد تصاعد وتدويل قضية ضم الأراضي الفلسطينية وتعالي الأصوات في عمل المظاهرات والأنشطة وحشد الأصوات سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الشعبوي والدولي، نتوقع أن تزيد وتيرة العنف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، هذا أولا. وأيضا نتوقع أن لن يكون هناك تحرك دولي يوازي هذه الأفعال التي ستقوم بها السلطات الإسرائيلية. نحن نتمنى أن يكون هناك دور حقيقي من قبل المجتمع الدولي بوقف موجات العنف أو الأفعال التي تنطوي تحت انتهاكات متعددة تجاه الشعب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين، لكن نتمنى أيضا أن يكون هناك تدخل حقيقي قبل بدء هذه الفعاليات، لأن الأمر سيتطور بشكل أو بآخر إلا أن تكون مواجهات بشكل مباشر مع الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي ينذر بوقوع العديد من الضحايا على المستوى بين الأفراد وأيضا في فيما يتعلق بمصادرة الأراضي وتقطيع أراضي الضفة الغربية بشكل أكبر. أستاذ محمد عماد، أيضا ذكر بأن الضم هو تهديد وجودي للفلسطينيين، نتحدث هنا أيضا عن شكل المستوطنات، يعني المستوطنات تشكل يعني كما يسعى إليها نتنياهو يسعى إلى ضمها أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية، وفي الأساس تشكل الضفة الغربية حوالي 22% من مساحة فلسطين التاريخية. طبعا يعني هذا أمر في غاية الخطورة إذا ما تم فعلا، هل سيقبل الفلسطينيون بذلك برأيك أم أنه سنشهد انتفاضة ثالثة
كما يتوقع البعض؟ هل ستتم مناصرة القضية الفلسطينية في ظل الأجواء التي يشهدها العالم، في ظل أزمة كورونا، في ظل المظاهرات التي تعم العديد من الدول بسبب العنصرية وبسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتدهورة؟ نعم، دعينا نؤكد بالنسبة لموضوع الأراضي الفلسطينية والاحتلال الأكبر على أراضي الضفة الغربية، الناظر لخطة أو لصفقة القادمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تبعها من قرار السلطات الإسرائيلية بضم بعض أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، هي بالأصل سيصبح المساحة للفلسطينيين أقل من 15% من أراضي فلسطين التاريخية. يقال 10% حسب ما سمعنا. صحيح صحيح، من 10 إلى 15%، وهناك بعض التقديرات تقول من 10 إلى 12%، لكن هي في المحصلة أصبحت الأراضي الفلسطينية من وجهة نظر خطة القرن أو صفقة القرن عبارة عن مجموعة من الأراضي تربطها من الجسور والأنفاق ليصل السيطرة عليها، وبالتالي فقدت فلسطين مسماها التاريخي وأصبحت عبارة عن مجموعة من الأراضي يسكنها الأفراد الفلسطينيين محاطة بقوة عسكرية إسرائيلية تسيطر على كافة الأراضي الفلسطينية. لكن ما يراهن عليه المواطن الفلسطيني هي أقدمية قضيته السياسية وحقياته بهذه القضية، وأيضا كون أن هذه القضية تمثل إحدى ركائز الصراع الأساسي الموجودة في هذا التاريخ، وبالتالي الشعب الفلسطيني لن يصمت باتجاه الممارسات الإسرائيلية التي ستقوم بها والتي تقوم بها. بالمناسبة نتوقع أن يكون هناك أحداث عنف من قبل الجانب الإسرائيلي، ونتوقع أن تنفجر الأوضاع الانتفاضة ثالثة تفجر الأوضاع في المنطقة العربية بشكل كامل. صحيح أن هناك العالم الآن مشغول بعدد من القضايا الأساسية أو الصحية في فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية التي تضرب بعض الدول، لكن تبقى القضية الفلسطينية هي بوصلة القضايا الأساسية على مستوى الصراع في العالم، وبالتالي سنشهد تحول في السياسات، كما ستكشف أيضا سياسات العديد من الدول العربية التي ستقوم بالإعلان عن تطبيعها بشكل علني، وهذا ما بدأنا نلاحظه، وبالتالي القضية الفلسطينية بدأت الآن تدخل في منحنى جديد لكتابة تاريخ سياسي جديد على المستوى الدولي. نتوقع أن يكون هذا الأمر له تداعيات كبيرة على مستوى المناطق العربية وأيضا على المستوى الدولي. مشكور، شكرا جزيلا. القانوني في المرصد الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان، كنت معنا من إسطنبول الأستاذ محمد عماد. عودة إلى ضيفنا البروفيسور كامل حواش. سيدي الكريم، هناك خلاف إسرائيلي حول موعد ضم أراضي ومستوطنات الضفة الغربية، هل ستنتظر دولة الاحتلال انتهاء الأزمة الداخلية في أمريكا، كما ذكرنا سالفا أزمة كورونا، الأزمة الاقتصادية الخانقة، وأيضا أزمة العنصرية؟ يعني أعتقد ما ستقوم به إسرائيل هو بداية الضم. سيقولون مثلا إذا ضموا مستوطنة معالي أدوميم، يعني أي اتفاقية مع الفلسطينيين في المستقبل لا يمكن أن تخلى هذه المستوطنة، وينظرون إلى مستوطنة أرير ويقول نفس الكلام. فأعتقد أنهم سيقومون بضم ما يعتبرونه يعني خط أحمر، يعني أن تكون هذه المناطق داخل إسرائيل، وسيستعملون بذلك طبعا وجود ترامب في البيت الأبيض ووجود السفير الأمريكي الصهيوني فريدمان، هذا مهم جدا لهم، وهو في الواقع يدفعهم لأن يضموا بسرعة أكثر مما هم قد يكونون يرغبون القيام به، وينظرون طبعا لأمريكا لأنهم يريدون تحقيق نجاحات أخرى في الأيام القادمة. ولكن علينا أيضا أن نتذكر كفلسطينيين وك يعني متضامنين مع الشعب الفلسطيني أن الاعتراف بالقدس مثلا كعاصمة لإسرائيل أتى فقط من أمريكا، وهي دولة عظمى، وأن الضم إذا حدث سيكون معترف به أيضا فقط من أمريكا، أي أن المجال ما زال مفتوحا للفلسطينيين بأن يستمروا بالمطالبة بإنهاء الاحتلال في كل هذه المناطق، اعترفت بها أمريكا أو لم تعترف، هذه أراضي فلسطينية محتلة. وطبعا غطرسة إسرائيل تدفع الفلسطينيين لأن يقولوا بما أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة على حسب ما نرى، إذن لماذا لا نطالب بحقوقنا وبالمساواة بيننا وبين كل من يسكن هذه الأرض، وأن يكون هناك
دولة واحدة لكل من يعيش في هذه الأرض. وطبعا هذا يقلق الحركة الصهيونية ويقلق الإسرائيليين، ولكن وجود 6 مليون فلسطيني على هذه الأرض قد يدفع بهذا الاتجاه على في خلال السنوات القادمة إذا استمرت إسرائيل برفضها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يطالب به المجتمع الدولي. نعم، القانوني محمد عماد ذكر أن مخطط الضم سيؤدي لانعدام الاستقرار في المنطقة، هل تتفق مع ذلك؟ يعني أعتقد أن تطرقنا لذلك، الوضع الاقتصادي للفلسطينيين قد يكون هو يعني الشرارة التي تطلق انتفاضة. أعتقد أيضا أن الممارسات في القدس إذا حدث في المسجد الأقصى سيكون هناك هبة كبيرة للفلسطينيين في القدس وفي الداخل، وذلك بصراحة لعدم وجود السلطة الفلسطينية هناك والأجهزة الأمنية. فأعتقد أن الأيام القادمة إذا لم تتوفر لقمة العيش للفلسطينيين بعد 53 سنة من الاحتلال، فأعتقد أنهم سيقولون يكفي، علينا أن يعني نأخذ زمام الأمور بسمام الأمور، وأن يعني نحن نريد الالتفاف حول قيادة جادة في تحقيق حقوقنا المشروعة في هذه الأشهر القادمة الحرجة جدا. نعم، إذن الوقت الحالي كفلسطينيين أنتم بأمس الحاجة إلى الوحدة الآن للتصدي لمثل هكذا خطط تريد تصفية القضية الفلسطينية. هذا بالتأكيد، يعني كيف يستمر الوضع الحالي الذي لا يعني الفلسطينيين لا يفهموه، كيف يكون هذا الانقسام ويكون هناك حكومة في غزة وحكومة في رام الله، وفي الواقع الأرض تضيع يوما بعد يوم وتهدم الإسرائيليين. فالوحدة هامة جدا، ولكن أيضا على القيادة الفلسطينية أن تطلعنا على الرؤية الموجودة لديها وتحضر الشعب لهذه الأيام العصيبة التي قد تكون قادمة، لأنهم هم يعني هذا شعب مناضل وشعب جبار، ولكن إذا لا يفهم ما يعني التنصل من الاتفاقيات وما يعني الضم بطريقة واضحة، كيف تطلب منه أن ينتفض إذا هو لا يعي ما معنى ذلك؟ طبعا هو شعب واعي، ولكن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية يجب أن تكون مدروسة جزء من سياسة واستراتيجية. نعم، وتحضر الشعب لذلك. أكيد للحديث بقية ولن يضيع حق وراءه مطالب، البروفيسور كامل حواش رئيس حملة التضامن مع فلسطين من بريطانيا، شكرا جزيلا لمشاركتك القيمة معنا سيدي الكريم. مشاهدينا سنذهب لفاصل قصير، تابعونا بعده.